بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أبوث رحمة العالمين. كلنا يسأل نفسه، هل أنا مقصر في الشكر أم لا؟ وكلنا مقصرون بلا شك. ولذلك يعني نزعت البركة من الأرزاق ومن الصحة وكسوة الأمراض والبلايا. لكن ذكر فيه ذكر عظيم جدا، هو طبعا من أذكار الصباح ومساء، غافل عنه كثير من الناس لا يعلم. ذكر لو أنك قلته مرة صباحا ومرة مساء فقد أديت شكر يومك وليلتك. شوف بقى لما تأدي شكر الله سبحانه وتعالى، كلنا يحمل الهم، هل أنا شاكر أم لا؟ هل أنا مقصر في الشكر ولا لا؟ فأنت لو قلت الذكر ده صباحا مرة ومرة مساء أديت شكر اليوم كله مهما كانت النعم، وبالتالي تضمن إن ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذه النعم وينميها لك. لكن لو تركت هذا الذكر، ما انت ما تعرفش اذا انت شاكر. ففي واحد يقول لك يا عم ما انا بصلي وبصوم، مش كفايه يا عم. هو لو كان كفايه كان الرسول صلى الله عليه وسلم سنة لنا هذا الذكر. هل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى، يتكلم عبثا يتكلم لعبا، لماذا سنة لنا هذا الذكر؟ لو ان ليس فيه الخير العظيم والشكر الجزيل التام لله سبحانه وتعالى، كان سنه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا الحديث بيقول ايه، ما قال حين يصبح اللهم اصبح بي من نعمه ولا بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال حين أمسي اللهم أمسى بي من نعمة ولا بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ليلته. خلاص نام وانت مطمن مهما كانت. طب ربنا سبحانه وتعالى ده مشكلة، بس انت تكتب من الشاكرين عند الله سبحانه وتعالى، زي ما في ناس بتكتب لهذا العبد يصدق ويتحرى الصدق، حتى يكتب عند الله سبحانه وتعالى صديقا. وقليل من عبادي الشكور. لما تحافظ على الذكر ده مره صباح مره صباح، كل يوم كل يوم كل يوم، وتبقى اديت شكر ربنا سبحانه وتعالى، هتكتب عند الله من الشاكرين. في ايه احسن من كده؟ وتحفظ النعم اللي ربنا اديها لك، مش كده وبس، ده تحفظها وتزيد. ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، سوره ابراهيم. فكلنا محتاجون لهذا الذكر لكي نتم شكر الله سبحانه وتعالى علينا. فلازم الواحد يقول الصبح، يعني كل يوم نحفظه، تقوله مره صباحا ومره مساء حتى تؤدي شكر الله سبحانه وتعالى عليك الشكر الكامل، وبه تحفظ النعم ولا تزول وتزداد. والا ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. فياريت الصحابه رضي الله عنهم كانوا يعني يتشمموا ينقبوا عن هذه الاثار ويتعلموها من بعض عشان يقولوه. لو واحد منهم بيعرف كان في ذكر بيقوله يقول له ما قلتليش ليه؟ واحنا بنتهاون ونتخاذل عن السنه وعن الاذكار. فياريت كلنا نحفظ هذا الذكر. هقوله مره ثانيه وهكتبه تحت الفيديو. اللهم اصبح بي من نعمه ولا باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. وتقول عند النساء اللهم امسى بي من نعمه فمنك وحدك، فاللهم امسى بي من نعمه ولا باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. وهذا تكون اديت الشكر اليوم، شكر اليوم كله، وتنال بركه عظيمه من الحفاظ على النعم وزياده النعم. اقول قولي هذا، استغفر الله.